جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى محافظة النماص عبر رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين بادال، يقول: أفيدكم بأنني محافظ على أداء الصلاة في أوقاتها ولله الحمد، ومنزلي يبعد عن مسجد القرية ما يقرب من 400 متر تقريبا، والطريق الموصلة إلى هذا المسجد طريق قدم ووعرة جدا، حيث تكثر فيها الحجارة وفيها منحدر صعب وتنقصها الإضاءة وأقطع الوادي لأصل إلى المسجد. فقمت ببناء مسجد في داخل حوش بيتي وأجمع أسرتي لأداء الصلاة، فهل صلاتي مع أسرتي صحيحة علما بأنه لا يوجد بجوارنا جيران؟ والله يحفظكم. إذا كنت على الحالة والوصف الذي ذكرت من صعوبة الوصول إلى المسجد، وقد بنيت مسجدا تصلي فيه أنت وأولادك وأسرتك، فلا بأس بذلك لوجود العذر. وإذا ذهبت إلى المسجد وتحملت المشقة فهو أفضل لك، أما الجواز مع وجود هذا العذر فإن عملك جائز إن شاء الله. نعم.